تمام، هنبدأ بالامتحان الأول بتاع البيدياتريك. بلفس اكس راي. في البيدياتريك قلنا أهم حاجة بنشوف الهب، في بيرتس ديزيز، صوفي أو دي دي اتش. تمام، هنا لو لاحظت هتلاقي الإبيفيس الصغير حجمه صغير عن الناحية التانية، فلازم في مشكلة هنا. إيه هي المشكلة؟ هل في سكليروزز وفراجمنتيشن وكده بتاع البيرثس؟ لا مش موجود. طب هل في سليبج للابيفيسز بتاع الصوفي؟ برضو لا مش موجود. اخدنا الساينز بتاعت الايه الصوفي. التالتة ايه؟ هتلاقي هنا شالو اسيتابلم. تمام، وهتلاقي لو رسمت الهيرلينجر لاين والكلاين لاين هتلاقي المفروض قلنا الفيمورال هيد في اللور انر كوادرنت، هتلاقي ديت في اللور أو في الابر اوتر كوادرنت. تمام، ديت لونج ستاندنج DDH، right DDH. انا راجع بس التشيك ليست سريعا، ما تنساش الافالجن فراكشرز، الياك كريست، انتيريور سوبيريور، انتيريور انفيريور، جريتر وليسر، واسكيم، ولو في اي فراكشرز المعروفين. تمام، بالنسبه هنا للتشيست اكس راي، لو من اول وهله طبعا في امتحان الرابط هتلاقي هنا في كيلس فورميشن في البوستيريور ريبس. خلاص ديت ما تنساش ان هي ايه؟ ان اي ار. في الفايفا لازم تقول، لا يعني في الفايفا هتقول هتمشيها ان هي نون اكسيدنتال انجري كده، انما في الرابد الاجابه بتاعتك بايلاترال بوستيريور ريبس فراكشرز. تمام؟ والتشيك ليست برضو بتاعتنا فري اير، نيموثوركس، نيموميدياستينم، نيموبريتونيوم، بعدين نمسك البونز من اول الهيومرس، الكلافيكلز، هل في اي كسور هنا؟ بعدين نشوف الريبس البوستيريور واللاترال، بعد كده نشوف اللانكس، هل في نوديولز ماسز، هل في كولابس كونسوليديشن، الحاجات دي كلها. وما تنساش الريتروكاردياك، قلنا لازم تبقى هوموجينس دنسيتي زي دي. تمام، اذا هو صوره شولدر، اي حاجه ملعبكه كده في الامتحان حاول تمشي عليها، تمشي عظمه عظمه بالراحه. تمام، يعني مثلا هنمسك هنا اهوت، ماشي، ادي دوت الكلافك، هنختار مثلا لون تاني سريعا كده، ماشي، عندك هنا ده الايه كوراكويت، خد مثلا لون تاني هنا اخضر، ده الاكرومي. خلاص انت كده رسمت العظمه، العظم كله، فهتعرف تحدد بقى هل في اي كسر، هل في ديسلوكيشن. تمام، لا اي صوره تحسها ملخفنه او انت مش متعود عليها حاول ترسمها عظمه عظمه كده. تمام، هنا دي نورمال طبعا بالنسبه للهيومرس ديت من اول فوق هنا، هل في اي كسور في الديستال كلافيكل، اكروميون، سكابولا، هيومرال نيك، هل في ديسلوكيشن الشافت كله، السوبرا كوندايلر فراكشرز، الريديال نيك، الاوليكرينون بتاع الالنا، كل ده ايه نورمال. خلاص اللي بعده هنمسك الايدجز بتاعت الفيلم عشان ما ننساش، عندك هنا اهوت السوبرا كوندايلر بتاع الهيومرس، بعدين هتنزل على الميديال واللاترال ايبي كوندايلز، بعدين عندك الريديال هيد ونيك، ما تنساش الالنا البروكسيمال، وبعدين هتمسك الشافت. تمام، لغايه تحت، ما تنساش قلنا في البيدياتريك موضوع الباكل فراكشرز مهم جدا، والايدجز بتاعت الفيلم ما تنساهاش. تمام، دي رقم خمسة، دي نورمال برضو. رقم ستة هنا دوت السباين فيو، هنبص على البيديكلز كلها سريعا، بعدين هنبص على اللاينز البارافيرتبرال لاينز الاثنين، هنبص هنا الهايلي الرايت والليفت، هل في اي لونج ماسز مثلا مش باينه، هل في كالسيفيكيشن تحت ادرينال او بانكرياتيك. ماشي، اهم حاجه يبقى ليك سكيم او تشيك ليست تمشي عليها ثابته بالترتيب، تمشي عليها عشان ما تنساش اي حاجه. تمام، هنا قلنا قلنا حته الايدجز بتاعت الفيلم قلناها المره اللي فاتت، اوعى تنساها بيحبوها جدا. هنا هو دي قلنا شافت فراكشر، رايت قلنا شافت فراكشر، خلاص الايدجز بتاعت الفيلم مهم. هنا بالنسبه هنا للهاند
هنبص من تحت هنا ريدي يسألنا، هنطلع بيهم هل في أي باكل مش باين، هنمشي هنا الميتاكاربلز الفالنجيز، هل في ديستال فالنجيال فراكشرز، هل في افالجن فراكشرز، كل ده ما تخلي بالك منه. ان هو من اول نظره هتلاقي هنا السكند تو بروكسيمال فالنج سبيس، يبقى الاجابه الكامله ليفت سكند تو بروكسيمال فالنج سبيس فراكشر. تمام، عود عينك على الفايسس بالذات في البيدياتريك عشان ما تتلخبطش بينهم وبين الكسور، الاستريس فراكشرز والحاجات دي. هنا برضو قلنا في المحاضره بتاعت البيدياتريك ده من اهم الافلام في الفايفا بتاعت البيدياتريك، اللي هو نيكروتايزنج انتيروكولايتس. لما يجي لك حاجه زي كده في الفايفا لازم تبقى عارف راسم السيناريو كويس قوي في دماغك، ان انت هتوصف مثلا في باول دايلاتيشن، في نوماتوزس في الوول بتاع الباول. تمام، اهم حاجه عندك هنا ان انت هتشوف هنا طبعا في بورتال فينوس جاز، هتبص اهم حاجه في الحاله ديت انت تاكسكلود النيموبيريتونيوم. في وضع الطفل مثلا ممكن تعملها لاترال ديكيوبيتس، ليفت لاترال ديكيوبيتس، بحيث لو في فري اير هيطلع عند الليفر، او تاخد وهو سوباين تاخد لاترال فيو. تمام، زي بتاع النية كده بتشوف لو في فري اير هيطلع لفوق. تمام، المانجمنت بتاعك مهم جدا، هتعمل سيريال ايمج وهتدخل نيزوجاستريك تيوب اي في انتي بايوتكس، لو لقيت في نيموبيريتونيوم خلاص دي سيرجيكال ايمرجنسي. في افلام النيكروتايزنج انتيروكولايتس مهمه جدا. تمام، بالنسبه دوت للنيل هنشوف برضو هنا باخر الفيمر، بعدين هننزل التيبيا فيبيلا السبايرال فراكشرز. اوبس، عندك هنا ميتافيزيال كورنر فراكشر، ده في الامتحان بتاع الفايفا ده يساوي نون اكسيدنتال انجري، ده يساوي ان الفيلم ده فيلم نجاح وسقوط. لازم تخلي بالك من الحاجات الصغيره دي قوي، ولازم تقول ان ده نون اكسيدنتال انجري. خلاص، ولو قلنا المانجمنت بتاعك هيكون عامل ازاي، هتشوف اول حاجه هتبلغ الاثوريتيز بتاعت التشايلد كير بروتكتيف اثوريتيز عندك في الفاسيليتي، وتاني حاجه هتبلغ الريفيرنج كلينيشن، بعد كده هتعمل ايه، هتعمل تشوف لو في بريفيوس ايمجينج، هتعمل اكس راي سيريز لكل الجسم، لو عنده اي اصابه في الهيد هتعمل سي تي برين. تمام، خلي بالك من الحاجات دي. بالنسبه هنا للهاند والريست، اهم حاجه قلنا الايدجز بتاعت الفيلم، هل في باكل فراكشرز ولا لا. ماشي، هتخش هنا على الريست، عندك هنا في اليوسنت لاين في الايه، في الديستال بتاع الاسكافويد. ماشي، خلي بالك من الاسكافويد برضو، عود عينك على الفراكشرز وعلى النورمال فاريانس بتاعتها، هل في تيوبريزيتي، هل في فيو مثلا اسكافويد فيو ففي حته انجوليتد وعامله سكليروتيك لاين اوفرلاب. خلي بالك من الحاجات دي برضو، لازم تعود عينك عليها. فولدر الباثولوجي يقول لي هتلاقي حاجات كتير زي كده، ظبط نفسك فيها وتنساش تعود عينك على الفايسس. تمام، بالنسبة هنا رقم 13 طبعا هنا في كسر اهوت وايه، والعظمة لفة بتاع الشافت بتاع الفيمر. تمام، هنا اهوت الابدومين ده، شوف لا هتبدأ من فوق او هتبدأ من تحت، المهم السكيما بتاعتك تبقى ثابتة ليك وتمشي عليها كلها. انا مثلا هبدأ من فوق، هنشوف البيزز بتاعت اللانكس، ساعات في افيوجن. كلمتك ما ردتش. عندي ثلاثة والله كلهم فايف. تمام، ما تنساش البيديكلز، ما تنساش البوستيريور ريبس، ارجوك جت في امتحان الفايفا الدور اللي فات فيلم زي ده وكان فيه هنا بوستيريور ريب فراكشر نون اكسيدنتال انجري. طبعا ال نون اكسيدنتال انجري من الافلام المهمه جدا. مين احسن؟ لو فوتته يعني بتبقى الدرجه بتاعتك في الفايفا مش حلوه. تمام؟ هتكمل الكلاسيفيكيشن بتاعتك للادرينال. ارتيريال فينس؟
تمام. بالنسبة هنا للبون الكالسيفيكيشن او الادرينال كالسيفيكيشن في السن الصغير سنساشن نيوروبلاستوم، لو في عندك هنا اورجانوميجالي موست كومن في السن دوت يبقى الهايدرونفروز بتاع الكدني. تمام. بص بقى عندك البلب زي ما قلنا، الهيب مهم قوي في البيدياتريك، صوفي بيرثز ديزيز ودي دي اتش والافالجن فراكشرز. طبعا انا مش شايف حاجه هنا في الايه في الفيلم ده. تمام. هنا باين ان في هيومرال نيك فراكشر، خلاص في الامتحان هتكتب رايت هيومرس نيك فراكشر. ما تنساش في الفيلم اللي زي دوت الكلافيكال ديستال اند وميديال اند، ما تنساش الريبس، ما تنساش اللانج هل في ماس او في نيموثوركس. تمام. وزي ما قلت لكم الزوم دي فيو الانجليتد فيو بتاع اللانج، عادي تشوف الاند اون فيسلز كده ما تلخبطهاش مع الميلياري تي بي واللانج نوديولز والحاجات دي، عود عينك على الحاجات دي. تمام. هنا هو دي اللي هي اسمها تريبل بابل، ممكن تخرج من الهم ده وتقول ايه مثلا ابر او بروكسيمال، مثلا احسن بروكسيمال باول اوبستراكشن او جيجنال اتريزيا اللي هي تريبل بابل زي الدبل بابل بتاعت الديودينال اتريزيا. تمام. في الاطفال يعني حتى معلومه يعني في الفايفا ان انت في الاطفال بتخرج من الزنقه ان انت تقول ايه دوت بروكسيمال باول اوبستراكشن او ديستال باول اوبستراكشن لو انت شايف باول لوبس كتيره يعني دايليتد. تمام. لان ده ليه ديفرنشال وده ليه ديفرنشال. بالنسبه لي الفيلم بتاع التشيست مهم ان انت هتعود عينك على الثايمس. تمام. السكيما بتاعتنا انا مثلا مثبت ان انا هبص على فري اير، نيمو ثوركس، نيمو ميدياستاينم، نيمو بيريتونيوم. النيمو ميدياستاينم في البيدياتريك بيبقى معاه سبينيكر سيل ساين. بعدين نبص هبص على البونز، هنبص من اول هنا الهيوميراي هل في ريكتس ولا لا، هل في ميتافيزيال كورونال فراكشر ولا لا، كلافيكل تبقى من العظمه المشهور ان هو يتكسر في الاطفال، الريبس كلها بالذات البوستيريور ريبس عشان نون اكسيدنتال انجريز. وبعد كده هنبص على اللانكس هل في ماسز او نوديولز، الريتروكاردييك هوموجينس خلاص كده تمام قشطه. البلفيس تاني هنبص هنا هنشيك هل في اي مشكله في الهيب، هل في اي مشكله في البون، مفيش حاجه باين. بالنسبه هنا للهيومرس الكلافيكل اكروميون سكابولا هيومرال هيد هيومرال نيك شافت السوبرا كوندايلر ما تنساهوش والريدياس والالن. تمام. مهم على طول بفكركم اللاترال البو، لاترال بيدياتريك البو من الافلام المهمه جدا في الربط. في امتحان هونج كونج باين او تقريبا جه ثلاث صور بيدياتريك البو في ال 30 صوره بتوع الربط، فمهمه جدا. السكيما بتاعتك شوف ما تنساش الايدجز بتاعت الفيلم، هتمشي عندك الانتيريور هيومرال لاين ماشي مع الكابيتولا 100 100، بص الراديو كابيتولار لاين مش ماشي معاها، فايه يعني قلنا هنرسمه من اخر النك والهيد، بص هيمشي فين بعيد خالص عن الايه الكابيتولم اللي هي هنا، فلازم ترسمه وتخلي بالك منه كويس عشان لو ما عملتوش كده مش هتشوفه، مش هتفتكره، ما تنساش الايدجز بتاعت الفيلم، ما تنساش السوبرا كوندايلر بتاع الفيجر اوف 8 او الاور جلاس فيجر، ريزد انتيريور فات باد مفيش هنا اهوت، بوستيريور فات باد، الاوليكرينون من الحاجات برضه اللي بتبقى هيدن، كورنيت بروسيس بتاعه برضه. تمام. عندك هنا السباين، السباين غالبا يا اما اللي هو الفرتبرا بلانا اشهر حاجه يعني انت هتلاقي فرتبرا ايه كومبريسد خالص دي. تمام. بالنسبه هنا تاني الشولدر او الهيومنس دوت، هتبص من اول فوق وبعدين تنزل تحت السوبرا كوندايلر من الحاجات المهمه اللي ما تتنسيش. بالنسبه هنا للبلفيس قلنا عندك الافالجن فراكشرز، الاليا كريست، انتيريور سوبيريور، انتيريور انفيريور، جريتر وليسر واسكي. خلاص. بعدين تبص على الهيب، عندك قلنا يا اما دي دي اتش يا اما صوفي يا اما بيرثس ديزيز. الصوفي قلنا هتمشي لاين هنا، بص قطع اهوت الابيفيسز وعندك فيه هنا اهوت اوفرلاب التراينجل دوت اوفرلاب. خلاص. والناحيه ديت برضو التراينجل هنا اهوت موجود اهو،
ولو عملت اللاين هيقطع اي حته من الابيفيسز. الابيفيسز حجمه على الناحيتين كويس، مفيش اي ديبريشن ولا فلاتنينج ولا سكليروزز. ولو رسمت اللاينز بتاعت اسمه ايه ده هوت بتاعت الدي دي اتش، قلنا هتمسك من اول هنا الاسيتابلم الروف بتاعه واللاترال وول بتاعه، هتلاقي معظمها في ايه، في اللور انر، اللور انر كوادر. تمام، عود عينك برضو عليها. هنا الهيومرس هتمسك الايدجز بتاعت الفيلم هتنزل بيها، قلنا لازم يبقى فيه اوفرلاب خلاص في بتاع الميديال ايبيكوندايل، وعود عينك على شكل اللاترال ايبيكوندايل. تمام، مفيش اي لاين هنا بتاع السوبرا كوندايلر فراكشرز. النك بتاعت الريديوس شكلها سموث اهوت والالنا، وبعدين ما تنساش برضو الايدجز بتاعت الفيلم. تمام، هنا هو دي باينه، هنا في فريينج وكابينج وكده بتاعت الريكتس الريكتس، ودايما في الديفرنشال بتاعك زي ما قلنا في محاضره البيدياتريك الريكتس الديفرنشال بتاعك معاك سكيرفي طبعا، والنون اكسيدنتال انجري اللي هو الايه البعبع بتاعك. تمام، فلازم برضو تقول له عليه ان انت بتفكر فيه. هنا هو تاني بفكركم في فيلم الابد والبلفز بتاع البيدياتريك، ما تنساش تبص على الريبس خلاص، البوستيريور ريبس ساعات بيبقى فيها فراكشر، الادرينال كالسيفيكيشن خلاص عشان النيورو بلاستوم، السباين اهو كويس، هل في اي حاجه تانية؟ هتنزل تحت شويه هنا بالنسبه للبلفيس بتاع البيدياتريك الافالجان فراكشرز والهيب سوفي بيرثز ودي دي اتش، خلاص دايما في بالك الحاجات دي. هنا تاني اهو جايب لك ايه كسر اهو في السكافويد، اللي بالك من اليوسنت لاين بتوع بتاعت السكافويد. هنا هو عندك في الفيبولار نيك لازم تقول ان ده باثولوجيكال فراكشر في الليفت فيبولار نيك. ليه باثولوجيكال؟ علشان اليوسنسي اللي حوالين ايه الكسر، العظمه نفسها مش كويسه. اكتب بس باثولوجيكال فراكشر ان ليفت فيبولار نيك. تمام، بالنسبه للفوت تنساش تبص على التيبيا والفيبولا، التيلس هنا النافيكولار فيها اي فاسكولار نيكروزس، الكالكينيوم كيبويد، الميتاتارسلز، تنساش الستريس فراكشرز. عود عينك على الفايسس، وعود عينك على السكين، سكين اوفرلاب مهم قوي برضو، خلي بالك تعود عليه كل ده سكين اوفرلاب. تمام، علشان ما تجيش في الامتحان تتخيل بيه وتقول ان هو ايه كسر. هنا طبعا ده مهم جدا 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 انت تكتب تنشن نيموثوركس، قلنا اهم حاجه في التنشن ان انت تشوف الايه الدايفرام فلاتند يا اما مقلوب يا اما انفيرتد طبعا، ومعاك هنا ايه ميد لاين شيفت بس ساعات ما يبقاش موجود. اهم حاجه عندك الايه الفلاتنج بتاع الدايفرام، على طول هتقول ان ده التنشن دي ايمرجنسي. لو العيال لسه عندك في القسم هتروح محطه ايه وايت بورد نيدل او كانيولا في السيف تراينجل اللي عند الاكزيل. تمام، الحاجات دي مهمه جدا. فين اجابه الامتحان ده؟ تمام، اول حاجه ديفلوبمنتال ديسبليزيا اوف رايت هيب، اعرف برضو الاسم كامل عشان ممكن تتسأل فيه. في الفايفا هيلينج باي لاترال ريب فراكشرز، ده نورمال ده نورمال ده نورمال ده نورمال برضو. بعدين قلنا هنا الالنر ديافيسز او شافت ده نورمال، ده السكند تو بروكسيمال فالنكس ده نيكروتايزنج. بعدين هنا هو الديستال تيبيال ميتافيسز، بعدين هنا سكافويد، هنا ميد شافت فيمر ده نورمال، ده النك بتاعت الهيومرس، ده بروكسيمال باول اوستراكشن او جيجينال اتريزيا اللي تحبه. بعد كده
قلنا دوت نورمال نورمال بعدين نورمال هنا اهوت الريديال هيد ديسلوكيشن ما تنساهاش بعدين نورمال سباين نورمال دوت نورمال هنا برضو نورمال بعدين ده الريكتس بعدين نورمال بعدين سكافويد باثولوجيكال فراكشر فيبيولا وتنشن نيموثوركس. حلو اول امتحان جميل. سريعا كده ناخد الامتحان كده تاني. تمام الفيلم ده من اهم الافلام برضو اللي في اللي بتيجي في الرب لازم تبقى عارف الكونسبت بتاعك كويس. ايه هو الكونسبت؟ ان انت بتمشي على اللور بوردر بتاع الكلافيكل مع اللور بوردر بتاعة الأكرم. شايف في ستيبنج هنا لازم يبقوا الاثنين مع بعض. تمام ولو جايب لك اثنين فيوز شوف الاثنين فيوز. هنا الفيلم ده من الافلام المهمه ما تنساش فيه ايه الماندبل. تمام الماندبلر كوندايلز هنا وهنا تنساش برضو لو فيه في السيمفيسز من تاي هنا فراكشر الاي براو. تمام هنا هو نورمال. تمام في الاطفال قلنا اهم حاجه تشوف الباكل فراكشر عشان ده اكتر حاجه بتتنسي. هنا هو في نقطه مهمه ساعات السكند متكربل بيبقى فيه اتنين فايسس خلي بالك عشان ما تتلخبطش ان هو ايه كسر. مهم قوي موضوع الفايسس ده الايدجز بتاعت الفيلم ما تنساهاش. تمام هنا هو الفيلم بتاع التشيست قلنا انا مثلا بحب ابدا ان هو عندك فري اير هل في فري نيموثوركس هل في فري نيموميديستاينم هل في فري نيموبيريتونيوم ولا لا. بعد كده بشوف البونز خلاص الهيومرال هيد هنا هو مفيش ديسلوكيشن الكلافيكال اهي الميديال اند بتاعها الاكرونيو كلافيكولار جوينت. قلنا الريبس اسهل ان انا اشوف اللاترال ريبس بالروتيتد فيو علشان ايه تبان لو في اي كسر فيها ولا حاجه. البوستيريور ريبس طبعا مهم. بعدين نبص على اللانكس هل في اي فراكشرز هل في اي نوديولز او ماسز هل في كونسوليديشن هل في كولابس الهايلا تنساش العلامه بتاعت الفي بوينت بتاعت الهايلا دي مهمه جدا عشان تبقى عارف. والليفت اعلى شويه من الرايت الريتروكاردياك هوموجينس دنسيتي دايما فكر نفسك بيها الحته دي. تمام هنا برضو ايه مش شايف حاجه واضحه تنساش في النيموثوركس تبقى تعمل زوم شوية على الإبكس. هنا هو تبين عندك هنا الفيفث متاترسل بيس فراكشر خلاص انت في الرابط خلاص شايف باثولوجي واضح اكتبه واجري عشان توفر وقت. قلنا الفيرست ران اللي بتعملها تشوف كل ال 30 صورة في 10 دقايق تكتب على الأقل 10 11 ابنورماليتي واضحين جدا هتفضل لك 25 دقيقة على ايه عايز تطلع 4 5 ابنورماليتي كمان في ال 25 دقيقه دول هتزود براحتك وتظبط الويندو براحتك وكده عود نفسك انت تبقى سريع في لقطه الايه الابنورماليتي. من الافلام الغلسه جدا بتاع الفيس دهوت شوف الفلور اوربيتال فلور وما فيش تير دروب والمجزله ما فيهاش افيوجن ما تنساش زلومه الفيل على الناحيتين وعود برضو عينك على البامب ساعات بيبقى فيه بامب كده في الزيجوما. برضو من الحاجات المشهورة في فيلم الفيس انت تقعد تفتش هنا وتنشغل بالاوربيتال فلور والساينز بتاعتها وبعدين تلاقي فيه كسر اساسا في المانديبول هنا انت ممكن ما تشوفوش بسبب ان انت ايه تايه عنه مشغول بحاجة تانية في الفيلم. السباين ما تنساش تبص على البيديكلز كلها في فيلم التشيست او فيلم الابدومين خلي عندك هابت ان انت تبص على البيديكلز. قلنا ما تستعجلش بالترانسفيرس بروسيس تعلق عليها خالص بسبب الجازيس ديستنشن او الجاز لاينز. ما تنساش تبص على الكالسيفيكيشنز بانكرياس جول بلادر الكدني ليها مكان من L1 ل L2 وبعدين اليوريترز الستونز بتاعتها بتبقى قريبه من الترانسفيرس بروسيس خلي بالك منها. بص الساكرو إلياك بالمره الساكرال اركس هل في اي فراكشر في الإلياك كريست او ليتيك ليجن
تمام. برضه عود عينك على منظر الكوليتس، الثم برينتنج، ما تنساش النيموبيريتونيوم والساينز بتاعته. اللنج برضه ساعات بيبقى فيه كونسوليديشنز او بلورال افيوجن وهكذا، عود عينك عليه. السكافويد فيو مهم قوي، تبص على كل حاجه، تبص على السكافول يونيت، هتبص على اليونيت او البيريال يونيت ديسلوكيشن، هتبص على السكافويد نفسها هل هي مكسوره ولا لا، وتبص على الريدياس والالنا، ساعات اساسا بيبقى كسر فيهم. الميتاكاربلز يعني الافلام دي لازم يبقى ليك سكيما معينه فيها. تمام. برضه انا هنا مش شايف حاجه. بالنسبه للتشيست تاني، انا عن نفسي ببص هل في فري اير ولا لا. انا مثلا شايف هنا في الناحيه دي في ايه، فيسرال بلورال لاين، قلنا عشان نحكم ان هو دوت يبقى نيموثوركس ولا لا، ان هو يبقى كيرفت من عند الايبكس ولاترالي مفيش اي لانج مارك. تمام، ليفت نيموثوركس. خلاص انا في الامتحان عملت دوت وعديته بقى خلاص. تمام. بالنسبه هنا للافلام، لسه كنا بنتكلم على فيلم القلب. هنا عندك ريزد انتيريور فات باد، هنا شايف حته بوستيريور فات باد، خلاص يبقى كده نص الدرجه معايا افيوجن. هل في كسر بقى ولا لا؟ هنعمل ايه؟ عندي كذا حاجه، هبص مثلا انتيريور هيومرال لاين معدي في الكابيتال، عندك الاور جلاس ابيرنس او الفيجر اوف ايت ابيرنس بتاع السوبرا كوندايلر، خلاص دوت برضو شكله ايه نورمال اهو. طيب خلاص خلصنا من دي، هتبص على الريديال نيك وهيد بالراحه خالص، تظبط الويندو شويه، تعمل زوم، هل في اي كسر؟ مش شايف كسر، خلاص اكتب افيوجن بس وخلاص، لان لو كتبت ان في كسر وهو مش موجود هتنقص نص درجه على الفاضي. تمام، مقبول في القلب والنين ان انت تكتب افيوجن بس. بالنسبه للاكروميو كلافيكولار خلاص بقى احنا حفظناها، اللور اند كلافيكل مع اللور اند اكروميو خلاص على نفس الليفل اهو. ما تنساش الميديال كلافيكل ساعات بيبقى فيها كسر، الريبس، النيموثوركس هنا، الشولدر نفسه وهكذا، ده شكله ايه نورمال. بالنسبه لللاترال ني من بعيد كده، انا اتسرعت وكنت هكتب نورمال، بس بص لان في حته هنا في الفيبولا اهي فيها كسر، برضو تعتبر من حتت الهيدر، خلي بالك منها. الايدجز بتاعت الفيلم ما تنساهاش، لايبوهيم ارثروزس. تمام، رقم 13 هنا الايدجز بتاعت الفيلم، ريديس والنا، الريست نفسه، الاركويت لاينز بتاعته، ايه الكاربو ميتاكاربال جوينت، قلنا اللايت اوف ذا داي شايفه اهوت مرسوم الزجزاج لاين، السكافويد في سكليروتيك لاين هنا، قلنا السكليروتيك لاين هنا غالبا اوفرلاب. تمام، السكافول يونيت كويس، هتبص على بقيه الميتاكاربلز. تمام، مفيش اي مشكله خلاص، دوت غالبا نورمال. اللي بعده قلنا اهم حاجه في فيلم البيدياتريك ان انت تبص على الباكل اهي. تمام، والناحيه دي كمان، وهتلاقيه هنا اهوت في اللاترال خلاص، يبقى هنا ده ريدياس بس عشان ما تكتبش ريدياس وقلنا وتخسر نص درجه على الفاضي. تاني فيلم بتاع الفيس الغلس، عشان تحسم الاوربيتال فلور، ما بتشوف بتشوف اللي هو البلو اوت فراكشر دوت، تير دروب، والماكسيلري فيها هيموساينس ولا لا، الاي براو بلاك اي براو ساين، ما تنساش بقى الزيجوما اللي هو بتاعت الفيل، وزي ما قلت لك ما تنساش المندبل. وساعات برضو يجيب لك كسر هنا في السكال، ساعات انا شفت مره كسر هنا في السوبيريور اوربيتال ريدج. تمام، فايه امن نفسك كويس. بالنسبة هنا للهاند، خلاص اللي باين معاك هنا. تمام، السكافويد، اليونيت، الكاربوميتاكاربال جوينتس، الميتاكاربالز كلهم، الفالانجيز كلهم شكلهم نورمال.
بالنسبة هنا للشولدر فوق والقلبه تحت، الأكروميو كلافيكولار ما تنساهوش، الشولدر نفسه، الهيومرس لغاية تحت، سوبرا كوندايلر، ميديس وألنا، هل فيهم أي مشكلة؟ مفيش أي حاجة واضحة. تمام، هنا هو تلاقي النيه تاني هنا جاب لك برضه هنا الفيبولار نيك، خلاص ما تنساهوش. ما تنساش برضو الحاجات الخبيثة في اني ترسم اللاترال لاين بتاع اللاترال فيمورا كوندايل مع اللاترال تيبيال بلاتو، ما تنساش السيجوند فراكشر او الفيبولار هيد، التيبيال سباين، ما تنساش الاوستيوكوندرال ديفكتس، وقلنا دايما في الاي بي فيو بتاع الني ما تنساش تبص على الباتيلا والايدجز بتاعت الفيلم. خلاص يبقى هنا دوت فيبيولا تاني. عادي ممكن يجي لك اتنين باثولوجي نفس الاتنين يعني في الامتحان، يعني احنا جالنا هنا اتنين فيبيولار نيك فراكشر ما فيش اي مشكلة. التاني الاكروميو كلافيكولار جوينت، خلاص اللور بوردر اهو ماشيين مع بعض، ما تنساش تبص على الميديال كلافيكل، الشولدر جوينت، السكابولا هل في كسر هنا ولا لا، الفيبيولا، الريبس، واللانج. بص هنا الحتة دي ايه رأيك فيها؟ دي شكلها هنا رايت هايلر ماكس. تمام، متنساش اللانج في فيلم الشولدر من الحاجات المهمة قوي. تمام، السباين دوت تبص من اول فيرتبري فوق خالص لغاية تحت، هل في اي ديبريسد فراكشر ولا اي حاجة؟ خلي بالك ال 5 بارس فراكشر ابنورماليتي بتيجي في الرابت، انها ممكن تيجي تروماتيك خلاص مش بس بجنرال، فلو لقيت L5 بارس فراكشر مع سبونديلولايكيسيس لازم تتكتب. تمام، هنا هو بالنسبة فيلم اللاترال بتاع الني دوت مهم. تمام، عندك هنا اللايبوهيم ارثروز بتبص عليه، الباتيلر فراكشرز، الايدجز بتاعت الفيلم سواء هنا او هنا. تمام، عندك حاجة مهمة قوي الاوستيوكوندرال ديفكت، عود عينك برضو عليها في اللاترال، بص هنا ادي الديفكت اهو، وادي جواه العظمة الصغيرة المكسورة هنا اهي. تمام، عود عينك برضو عليه الاوستيوكوندرال ديفكت في الني، في التيلس، في الكابيتولم، مهمة تعود عينك ان انت تدور عليها. بالنسبة لللاترال ني كان حد سأل على التيبيال بلاتو والحاجات دي. تمام، يعني لو هيجي في الامتحان هتلاقي ديبريست فراكشر جامد قوي سكلوروتك هنا، او هتلاقي ديبريست ديبريشن هنا، او هتلاقي بون اساسا طايره الافاز التيبيال سباين وهكذا. تمام، بالنسبه هنا من اول وهله هتبص هتقول ان انا شايف هنا ايه رايت ايبيكال لانجلوديول او ماس او كده. خلاص في العادي انت مثلا دوت فيلم فايف، اول ما شفت الابنورماليتي هتقول I'm presented with a chest front a chest radiograph adult female patient aged كذا complaining of cough مثلا، على حسب اللي هو قاله لك. I can see there is a right apical lung mass، لازم تعلق على ال underlying ribs حواليها، هل هم متاكلين ولا لا، هل في اي lung nodules او masses تانيين ولا لا، الهايله هل في مشكله فيها ولا لا، دور على طول بعينك. لو جايب لك النك شوف في سيرجيكال كليبس للثايرويد مثلا، ودي ثايرويد ميتاستس، او للرينال ودي رينال ميتاستس، او البريست نفسه متشال في اكزيلاري كليبس. عود عينك على طول تدور على اي مفتاح تاني في الصوره عشان يظبط لك الفيلم. تنساش في التشيك ليست العادية بتاعتنا هتقول فري اير بتاعك، فري نيموثوركس، نيمو ميدياستاينم، نيمو بيريتونيوم، البونز، ما تنساش الشولدر، الاكروميو كلافيكولار، وما تنساش تظبط الويندو وتبص على البيديكلز. انا جالي فيلم فايفا في تي 8 ابسنت بيديكل، بس كده الفيلم كله زي الفل، وهي تي 8 ديت ابسنت وخلاص على كده. وعملنا زوم دي فيو لقيناها فعلا ابسنت وطلعت مش عارف بلازما سايتوم ولا كانت ايه. تمام، بالنسبه تاني لللاترال ني هتبص على اللايبوهيم ارثروزس، الباتيلا، الاوستيوكوندرال ديفكتس، الفيبيولار نيك، خلاص دوت شكله نورمال.
تمام. هنا اهوت ما تنساش الايدجز بتاعت الفيلم ارجوك، ده هتكتب في الامتحان رايت النر شافت فراكشر. بالنسبه للبلفس قلنا هنبص على السباين نفسه الاول، البيديكلز بتاعته تمام، الساكرال اركس، ساكرو ايلياك، الايلياك بونز من بره هنا هل فيها ليتيك ليجنز ولا فراكشرز، بعدين الافالجن فراكشرز اكثر طبعا في الادوليسنت. بتبص على الانترنال رينج، مهم قوي ساعات بيبقى فيه ليتيك ليجن هنا وما تشوفوش، والاوبتيوريتور رينجز والشنتو لاين تمام. يعني هي دي برضو غلسه شويه، ما اعرفش هي باين عندكم بصراحه ولا لا، بس برضو عود عينك على موضوع الليجنز. انا شايف هنا ويل ديفاين كده ايه ليتيك ليجن في الفيمر تمام. معلش الزوم ساعات وضوح الصوره ما بيبقاش حلو قوي عليه. هنا اهوت بتبص على الدنس، خلي بالك من الماش افكت، وتشوف اللاترال بوردر بتاع السي 1 مع السي 2، ساعات برضه المانديبول ايه طمن عليه ان هو ما فيهوش اي كسور. بالنسبه تاني لللانك، عندك هنا بتبص هل في فري اير، فري اير نيموثوركس على الناحيتين، نيمو ميدياستاينم، نيمو بيريتونيوم تمام. البونز هتشوف الشولدر، الكلافيك لغايه الميديال. اوبس بص دوت، شوف هنا هو تبص فين مستخبي، احنا جالنا حاجه قريبه من كده والله في الامتحان برضه، كان كلافيكل برضه، وكان يعني في اخر حاجه في الصوره تلاقي ايه العظمتين راكبين فوق بعض بس كده. خلي بالك من الايدجز بتاعه الفيلم. الريبس طبعا قلنا هنعمل الروتيشن بتاعنا. اللونج نفسها قلت لك عود عينك على الاسترنم شادو، وعود عينك على الرايت باراتراكيال لاين تمام، والاسترنال شادو، الاورتك ناكل، الفي بتاعه الهايلا تمام. ما تنساش كان في اللي هو الليتل فينجر ساين ده هيت بتاعه الانفيرور بالمونري فيسل تمام. الريتروكاردياك هوموجينس دنسيتي، ما تنساش طبعا حته الهايتس هيرني برضه بتبقى هيدن، او الاكاليزيا. مهم ان انت تحط التشيك ليست بتاعتك وتثبتها وتقولها في كل الافلام بنفس الترتيب تمام. الايدجز بتاعه الفيلم هتنزل لغايه التيبيال فيبيولا، بعدين تشوف التيلر، تيلر نيك، الكالكينيا، انتيريور كالكينيا بروسيس، البولر انجل، ستريس فراكشرز. ما تنساش في الفيلم دوت الفيفت ميتاتارسال بيز، النافيكولار بون فيها اي مشاكل، دي كلها ايه كويسه. هنا بقى هنا دوت ده ممكن يجي ليه، عندك هنا اهوت الدجر ساين اهي، وعندك هنا بص فيوزد خلاص، عشان ما تقعدش تلخبط نفسك بقى بالساكرو اليايتس ويونيلاترال وبايلاترال والحوارات دي. احنا نبد مالكش دعوه بالحاجات دي خالص، انت هنا هتكتب انكلوزنج سبونديلايتس بس كده. طبعا من الافلام المشهوره في الفايفا ان هو يجيب لك حاجه زي كده، ومعاك هنا اهوت ايه بيرتس ديزيز في الـ femoral head. ليه؟ لان هو بياخد لونج تيرم كورتيكوستيرويد، ممكن يجيب لك انكلوزنج سبونديلايتس مع باول اوبستراكشن تمام. يعني انت ما تصلحش في باثولوجي واحد، في الفايفا بالذات ممكن يبقى حاجتين، ممكن يبقى انكلوزنج ومعاك هنا اهوت مثلا ليتك ليجن ولا حاجه بتاع بلازما سايتوما ولا اي حاجه. فعوض عينك ان انت تبص على كل حاجه في الفيلم تمام، عشان تبقى في السيف سايد. هنا اهوت عندك ايه الحته دي الفيف ميتاكاربال بيز فراكشر، يبقى في الامتحان هنقول رايت فيف ميتاكاربال بيز فراكشر. مهم جدا ان انت زي ما شفناها في الامتحان المره اللي فاتت من يومين كده، ان ساعات يجي الفورث مع الفيفث، ممكن يجي الفيفث مع الهاميت تمام، هو نفس التروما في نفس المكان، فايه المانع يعني؟ فخلي بالك دايما من الحته دي. معلش طولت عليكم، سريعا كده نشوف الاجابات. ده اول حاجه كروموكلافيكولار جوينت نورمال، وبعدين هنا الفيفث ميتاتارسال بيز، وبعدين دوت ده نورمال، هنا الليفت نيموثوركس قلنا لازم يكون
ماشي مع الايبكس بتاعت اللانج علشان الايه السكين كريز والحاجات دي، والاوتر ليه ما فيش فاسكولاتشر. هنا هو شوف هنا كتب بس elevated elbow fat pad او elbow joint effusion، ما كتبش كسر. انت لو كنت كتبت كسر وتعطينا اصل نص درجه على الفاضي. هنا نورمال، هنا الفيبيولا اهيت، هنا هو نورمال، هنا هو الباكل فراكشر بتاع ريديوس. هنا هتكتب في الامتحان ليفت ديستال ريديوس باكل فراكشر، اكتب اجابه كامله واجابه سهله، ما تقعدش تكتب سطر ولا سطرين تشرح الموضوع، لا كل ما تكتب اكتر كل ما هتغلط وكل ما هتنقص على الفاضي. 15 نورمال، 16 ده نورمال، 17 نورمال. هنا هو قال لك الفيبولار نيك خلاص، هنا هو الحمد لله شفناها الرايت هايلر ماس، هنا هو 20 نورمال، هنا هو الاوستيوكوندرال ديفكت، بعدين هنا رايت ابيكال نوديول، هنا نورمال، هنا الالنا ساش الايدجز بتاعه الفيلم، هنا هو برضو كتب ليتك ليجن في الفيمر دوت نورمال. ده بص الكلافيكل الايدج بتاعه الفيلم اوعى تنساه نورمال، هو بس عايز منك تعود تخش في مود الامتحان كده، عشان كده لازم تتدرب كتير. ده انكلوزنج وده الفيفث ميتاكاربال، واسفين ان احنا طولنا عليكم، ونستمتع بقى بدكتورنا الجميل دكتور محمود. السلام عليكم. ازيك يا ريس؟ عليكم السلام ورحمة الله.